هل في تأخير كفارة يمين إثم على شخص حلف على أمر ولم يقدر عليه، على الرغم أن هذا الحلف مضى عليه فترة من الزمن، ولكن يؤجل حتى تصبح الظروف أحسن؟ جزاكم الله خيرا. على كل حال، كفارة اليمين دين في ذمته لله سبحانه وتعالى، يجب عليه المبادرة بأدائه عند الإمكان، بقوله صلى الله عليه وسلم: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. كلما بادر المسلم بأداء الواجب عليه فإن هذا أفضل وأبرع لذمته. وإذا كان أخر إخراج الكفارة لعذر، أن كان فقيرا لا يستطيع أن يكفر، الله جعل لها بديلا وهو صيام. إذا كان لا يستطيع أن يكفر بالمال عن اليمين فإنه يكفر بالصيام. قال الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. أما إن كان غنيا ويقدر على التكفير بالكسوة أو بالإطعام أو بالعتق فإنه يجب عليه المبادرة بذلك ولا يتأخر، لأن هذا واجب في ذمته، شاغل لذمته، مطالب به من قبل الله سبحانه وتعالى، عليه أن يبادر ولا داعي أو لا مبرر للتأخير. جزاكم الله خيرا.